اسمعوا فضائل الصلاة في المسجد عشان تحسوا قد إيه قصرتوا في حق نفسكم قبل ما تقصروا في حق ربنا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. يا مؤمن، ربنا بيدعيك عشان تصلي في بيته، يا ترى هتلبي دعوة ربنا؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا شباب، يا كل واحد ربنا مديله الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم رفض يدي رخصة للكفيف اللي ما عندوش حد ياخد بإيديه للمسجد، وإحنا مش مكسوفين وإحنا في تمام صحتنا. جاء رجل أعمى وقال: يا رسول الله، إني أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ أنت بتسمع الله أكبر؟ قال: نعم. قال: فأجب. النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على الأعمى اللي ملوش حد ياخد بإيديه، فما بالك إحنا؟ فمن باب أولى هي واجبة على السليم المعافى.